السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي قناة إدوكاسيو أفيك نادية. فيديو جديد وموضوع جديد. إن شاء الله الموضوع ديال اليوم غادي نتحدث فيه على المرحلة التقدير الذاتي، يعني المرحلة اللي كان نوصلوا ليها التقدير الذاتي ديالنا. في البداية إخواني أخواتي بغيت نقول لكم أنه يجب أن نصل لمرحلة التقبل، وهي أن نتقبل أنفسنا كما هي لا أكثر ولا أقل، وبعد ذلك نصل لمرحلة التقدير الداخلي، وبعدها نصل لمرحلة الحب الداخلي. فيجب أن نتقبل أنفسنا ونستغل قدراتنا حتى آخر لحظة في حياتنا. يجب أن نعمل ونستغل وقتا جيدا، يعني ننم بقدر معقول فلا نهدر أوقاتنا في النوم الكثير. فهذه الحياة لن يكون لدينا إلا النوم، فيجب أن نستغل كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتنا. كما أننا إذا قابلنا أشخاص لا يتحركون لخوفهم الشديد من الموت، لماذا سنضع السؤال لماذا يخافون من الموت إلا إذا كانوا السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي قناة إدوكاسيو أفيك نادية. فيديو جديد وموضوع جديد. الموضوع ديال اليوم غادي نتحدثوا فيه إن شاء الله على الإحباطات اللي كتواجه الإنسان، يعني تلك الإحباطات والضغوطات النفسية. إن أسعد البشر وأكثرهم توافقا مع أعمالهم أو مع أسرهم أو حتى ميسور الحال يشعرون بالإحباطات المتعددة، فخيبة الأمل والصراعات المؤلمة وعوامل الضغوط اليومية المستمرة ومتطلبات نحو الأفضل تعرضنا إلى الإحباط، وهي سنة الحياة، ويستوجب علينا أن نواجه الإحباط وحجمه ومداه. فالإحباط هو أن دافع هو أي دافع نفسي أو نشاط لدى الإنسان ينشط ويلح في طلب الإشباع وزيادة الرغبة في الطموح، سواء كان هذا الدافع فطريا أو مكتسبا من البيئة التي نعيش بها، شعوريا كان أو لا شعوريا. فإن الموازنة الداخلية لأي منا يجب أن تلبي هذا الدافع وتحاول إشباعه، وعندما لا يستطيع أي منا إشباع الدافع إشباعا مباشرا فإنه ينتج عنه إحباط. فالإحباط إذن هي الحال التي يوجد فيها الإنسان ولديه دافع أو عدة دوافع وطموحات مستثارة يصعب عليه إشباعها، فتتحول حالة الشخص من مشاعر المسرة إلى مشاعر التعاسة. ومعظم الناس يسايرون ضغوط الحياة اليومية دون أن يدركوها، وفي زحمة هذه المتطلبات ينسى الكثير آلامه ومتاعبه وإحباطاته، باحثا عن التوافق أو التكيف مع هذه الضغوط، وهو ما يسمى بالتكيف الناجح رغم صعوبتها. لذا يمكن أن نعرف التوافق بأنه محاولة لمواجهة متطلبات الذات ومتطلبات الرغبة. إخواني أخواتي، وتؤدي به إلى البحث عن مخرج من هذه الحالة أو على الأقل التخفيف منها. وعندما يفشل يبحث الإنسان مع مكوناته الداخلية النفسية التي تحاول المحافظة على التوازن عن بدائل تسمى التحليل النفسي بحيل التوافق. قلنا إخواني أخواتي حتى يستطيع الإنسان أن يحل الصراع الذي يدور بين الدافع الذي يلح في طلب الإشباع والقوى التي تقف حائلا دون الإشباع، أو إمكانية تحقيق الواقع الذي يتمنى الإنسان تحقيقه. وهذه الميكانيزمات تتسم بالمرونة والخديعة والالتواء في التعامل الداخلي للإنسان
حتى ترضى الرغبات المتعارضة. أما إذا لم ينجح الإنسان في إزاحة هذه الإحباطات وحالة الشد النفسي والأزمة إن وجدت، فسوف تتحول حتما إلى تكوين ضغوط نفسية ذات طابع مثير ومؤثر على سلوك الإنسان، ويبدو هذا الإنسان في حالة عدم اتزان أمام الناس الآخرين. وعندما تأخذ الضغوط النفسية الناجمة من الإحباط ماديات أعمق لدى الإنسان نفسه، فلا بد من إيجاد منفذ للخلاص منها. إن الإنسان إخواني أخواتي في حالة جذب وطرد تجاه موقف أو عند طلب حاجة يريدها ويصعب تحقيقها، مثل البحث عن عمل يناسب إمكاناته وقدراته، أو دراسة يعتقد أنها تناسب إمكانياته وطموحه، مع الدخل المناسب الذي يكفي متطلباته ومتطلبات أسرته، ولكنه يجهد نفسه ولم يجد هذا العمل، حينئذ يكون بصدد مواجهة صراع بين متطلبات الحياة المعيشية الاقتصادية والوضع الراهن المفروض عليه الذي لا يستجيب لرغباته وقدراته، فتزداد الحالة النفسية سوءا ومعها تزداد الإحباطات، ويكون للضغوط النفسية دور كبير ملازما لهذه الإحباطات، وربما كان من نتائجها ومن نتائج هذه الإحباطات هو بروز القلق والتوتر بشكل واضح، وازدياد حالات الغضب لدى الإنسان، وهذا يدفع به أحيانا لأن يفقد السيطرة على أعصابه وعلى سلوكه العام. لذا وضع علماء النفس المتخصصون أساليب عدة للتعامل مع الإحباط والضغوط النفسية، ومن تلك الأساليب هو الاستخدام الأمثل لحل المشكلة عبر استخدام المرونة في السلوك إزاء الإحباط أو الضغوط النفسية الناجمة عنها. فالتحديات الجديدة الناجمة عن الإحباط تتطلب حلولا جديدة، ومنها وأهمها تجاهل الموقف الضاغط تجاهلا تاما، ثم الإنكار التام لكل الصعوبات التي تتضخم أحيانا حتى لا تبدو مشكلة كبيرة وصعبة غير قابلة للحل، فضلا عن استخدام وسيلة تجنب الشعور بالمشكلة بأي شكل ممكن دون إعارة الاهتمام لها مهما بلغت من الشدة أو القوة، وعدم الأخذ بالحسبان النتائج المترتبة عليها مهما كانت، فحالة الإنسان المحبط تغلق عليه رؤية الحلول الصحيحة وتضيع مفاتيح الحلول مهما كانت المشكلة بسيطة أو أكثر من ذلك بالتعقيد. لذلك فإن علماء النفس قالوا إن الأشخاص الذين يواجهون بعض التهديدات الحياتية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية أو المعاشي أو المتعلقة بالعمل والتي لا يمكن التحكم بها، تكون استجابتهم للمواقف التالية بمثابة الانسحاب والاستسلام أو الشعور بالاكتئاب. إن أفضل الحلول المناسبة لمواجهة مشكلات الحياة الصعبة هو تأجيل التفكير بها أثناء مداهمتها لكي تتحول إلى إحباطات، ومن ثم فإن إرجاء الحصول على الوضع الأفضل إلى فترة ربما تؤدي إلى مراجعة الأساليب في التعامل، فضلا عن إيجاد حلول أخرى، يعني حلول أخرى بديلة. وهكذا فإن الإحباط ينتج من داخل أنفسنا أو لا أولا، ويتحدد الفشل في مدى حجم وسعة أكبر وقدرة الإنسان على التصدي لمواجهته. فالطموحات الواسعة تحتاج إلى قدرات عالية، وإن تحققت فإنها ستتحقق بالتدريج خطوة بعد خطوة، والإرجاء الناجح والهدف المنشود المرسوم والمخطط له.
وعلاج مشكلة الإحباط النفسي إخواني أخواتي هو المرحلة المتقدمة من التوتر، بحيث يصل بنا الأمر إلى حد الاستسلام والشعور. الاستسلام إخواني أخواتي والشعور بالعجز والرغبة في الانطواء في الإحباط، فالإحباط يؤثر بشكل سلبي على سلوكياتنا، فهو يعوق تقدمنا في مواصلة الحياة ويجعلنا نبدو مكبلين بالهموم وعاجزين عن الإنجاز. ويحدث لنا الإحباط حين نتعرض لضغوط اجتماعية أو نفسية لا نستطيع مواجهتها، فتؤدي إلى التوتر ثم الاستسلام والشعور بالعجز وبالتالي إلى الإحباط. فحين تتراكم علينا المشاكل والعقبات والحواجز التي نفشل في التواصل إلى حل لها، كل ذلك يدفع بنا إلى الشعور بالإحباط. والإحباط يعد من أخطر المشاكل التي يتعرض لها الإنسان بصورة مستمرة في حياته اليومية، ولذلك علينا عدم الاستسلام لهذه الحالة، ومن ذلك محاولة تهدئة أنفسنا بتغيير الجو وأخذ النفس العميق في الهواء الطلق أو القيام بالأشياء التي نحب القيام بها عادة في أوقات فراغنا مثلاً، لأنها تنقلنا إلى حالة مزاجية أفضل، أو تفريغ المشاكل بالفضفضة إلى إنسان مقرب. ولا وأيضا حتى في البكاء، إذا أحسسنا بالرغبة في ذلك دون مكابرة، ولنذكر أنفسنا دائما بأن دوام الحال من المحال، وأن الوقت كفيل بإنهاء هذه الحالة، ولنحرص أيضا على الاهتمام بغذائنا، فتناول بعض الأصناف كالبروتينات وعسل النحل كفيل بالعمل كمضادات طبيعية للإحباط. ويقصد بالإحباط في علم النفس الحالة التي تواجه الفرد عندما يعجز عن تحقيق رغباته النفسية أو الاجتماعية بسبب عائق ما، وقد يكون هذا العائق خارجيا كالعوامل المادية والاجتماعية والاقتصادية، أو قد يكون داخليا كعيوب نفسية أو بدنية أو حالات صراع نفسي يعيشها الفرد تحول دونه ودون إشباع رغباته ودوافعه. والإحباط يدفع الفرد ليبذل مزيد من الجهد لتجاوز تأثيراته النفسية والتغلب على العوائق المسببة للإحباط لديه بطرق منها ما هو مباشر كبذل المزيد من الجهد والنشاط، أو البحث عن طرق أفضل لبلوغ الهدف، أو استبداله بهدف آخر ممكن التحقيق. وهناك طرق غير مباشرة يطلق عليها في علم النفس اسم الميكانيزمات أو الحيل العقلية، وهي عبارة عن سلوك يهدف إلى تخفيف حدة التوتر المؤلم الناشئ عن الإحباط واستمراره لمدة طويلة، وهي حيل لا شعورية يلجأ إليها الفرد دون شعور منه. من هذه الحيل الكبت، النسيان، الإعلاء، التعويض، التبرير، النقل، الإسقاط أو التوجيه، أو تكوين رد الفعل، أحلام اليقظة، الانسحاب. وعندما يتكرر حدوث الإحباط لدى فرد ما، فإنه يؤدي إلى مشاكل نفسية معقدة وخطيرة تستدعي العلاج. وقد يكون الإحباط بناء في بعض الأحيان، لأنه يدفع بالفرد لتجاوز الفشل ووضع الحلول الملائمة لمشاكله. وأعراض الإحباط إخواني أخواتي هي كالتالي: فقدان الاهتمام بالسعادة سواء داخل الأسرة أو بين الأصدقاء، عدم القدرة على التركيز والتذكر، الإحساس ببعض آلام العضوية بلا سبب واضح، اضطراب النوم، فقدان الشهية، القلق الدائم، فقدان الثقة بالنفس، البكاء الدائم بدون سبب. إن تفاعلنا الأولى مع أي عقبة قد يشكل نوعا من الإحباط أو يبعث أفكارا تدميرية لا تنتج لنا عملا إيجابيا، لذا علينا أن نغير نظرتنا إلى الوضع وأن نتعامل مع الإحباط إن وجد بالصورة التالية:
ان شاء الله اخواني اخواتي غادي نكملوا الفيديو ديالنا، نكملوا الموضوع ديالنا في الفيديو المقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.